الثورة الرقمية والتكنولوجيا خلت كل حاجة حوالينا بقت بتتغير وبتتطور بسرعة رهيبة، ساعات حتى أسرع من قدرتنا على إننا نستوعبها. ومعيار التميز هنا بيكون في قدرتنا على مواكبة التطور ده. فمثلاً بقينا بندفع فواتيرنا إلكتروني ونخلص معاملاتنا الحكومية إلكتروني، وحتى الحكومة نفسها بقت بتتعامل مع بعض من خلال المنظومات إلكترونية، الأمر اللي انعكس على مهام ومسؤوليات الموظف الحكومي، وخاصة في ظل مستجدات الانتقال للعاصمة الإدارية واللي بيتطلب استخدام تطبيقات وبرامج جديدة لإنجاز العمل والتحول الكامل لبيئة عمل لا ورقية. وأحد أهم تطبيقات دعم عملية التحول الرقمي في العمل الحكومي هي تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني، لأنها تمكن الشخص من أنه يقوم بعملية التوقيع على الملفات الإلكترونية بنفس الحجية القانونية اللي بيقوم بها التوقيع اليدوي، وده طبقاً لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وقامت وزارة المالية بإنشاء سلطة للتصدير الإلكتروني الحكومية gov.ca، وهي الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادة التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة المصرية كلها بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. والتوقيع الإلكتروني مش مقصود بيه التقنيات المتعارف عليها للتوقيع زي القلم الإلكتروني أو اللوحة الإلكترونية، ولا مقصود بيه تقنية نقل بصمة الأصابع للهاتف الذكي أو اللابتوب وغيره، وإنما المقصود هنا بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني هي عملية استخدام تقنية الشفرة الحديثة لتأكيد هوية المستخدم وموافقته على محتوى معين. والتوقيع الإلكتروني غير مرئي بالعين المجردة، ويتضمن استخدام أدوات التوقيع الإلكتروني لحفظ مفاتيح الشفرة المستخدمة في التوقيع، واللي هي يا إما توكن USB توكن أو الكروت الذكية، ويتم في الحالتين استخدام كلمة سر بنفس الطريقة اللي تستخدم بها كروت الفيزا. وتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بتتميز بمجموعة خصائص مهمة جداً داخل منظومة العمل الحكومي، زي إن هذا التوقيع غير قابل للتزوير، لا يمكن التلاعب في المستند اللي تم توقيعه إلكترونياً حتى لو بإضافة نقطة أو فصلة، مع إمكانية إثبات التلاعب أو التزوير بمنتهى السهولة والدقة. يمكن التوقيع إلكترونياً على أي نوع من أنواع الرسائل أو الملفات، ملفات صوت، صورة، فيديو، مكتبات. إمكانية إضافة الختم الزمني لتحديد توقيت التوقيع، لا يستطيع الموقع أن ينكر أنه قام بعملية التوقيع. وبالرغم من أن التوقيع الإلكتروني حالياً مطبق داخل وزارة المالية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك ومنظومة الضرائب، إلا إن مجالات استخدام التوقيع الإلكتروني كتيرة ومتعددة ويمكن الاستفادة منها فيما يلي: الدخول الآمن على المنظومات الإلكترونية، إثبات الهوية الشخصية بصورة إلكترونية. ونظراً لإن عملية التوقيع الإلكتروني هتكون مستقبل التوقيع على مختلف المستندات لموظفي الحكومة بالدولة، فلازم نوجه الانتباه لبعض المحاذير اللي لازم ياخدها الموظف في الاعتبار في استخدام التكنولوجيا دي لتجنب المسؤولية القانونية حال مخالفته لها، وهي عدم حفظ كلمة المرور الخاصة بالتوقيع الإلكتروني في مكان غير آمن، عدم مشاركة أداة التوقيع أو كلمة المرور مع أي شخص آخر، وإذا شك صاحب التوقيع بمعرفة كلمة السر من قبل الغير فيجب تغييرها، مراجعة المستند المراد التوقيع الإلكتروني عليه كاملاً والتأكد من صحة محتوياته، التزام صاحب التوقيع باختيار سلطة التصديق الإلكتروني في حالة فقد أو سرقة أداة التوقيع الإلكتروني اللي بتقوم بإيقاف العمل بهذه الأداة، وكمان إبلاغ الجهة الإدارية التابعة لها علشان لو هيوقفوا الاسم وكلمة السر اللي بيستخدمهم على التطبيق. كمان لا يمكن التنازل عن أداة التوقيع للغير، ويتعهد الموظف بتسليمها حال انتفاء سبب استخدام الموظف لأداة التوقيع بسبب النقل أو الإحالة للمعاش، وبيلتزم صاحب أداة التوقيع الإلكتروني بتسليمها بحالة جيدة خالية من التلف والعيوب.
وفي حال المخالفة يتم تغريم صاحب التوقيع بغرامة مالية قدرها 1000 جنيه. التوقيع الإلكتروني، استعد لبكرة.